السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم مجددا في قناتي معا للرقي بالتعليم. في هذا الفيديو سنرى طريقة رسم المستقيمان المتوازيان والمتعامدان. أولا سأشرح معنى مستقيم. خط المستقيم يكون هكذا، مستقيم هكذا، هكذا أو هكذا، نفس الشيء. خط مستقيم، خط مستقيم يعني أن لا يكون خطا منكسرا أو خط منحني إلى آخره، يعني أو خط مموج إلى آخره، يعني خط مستقيم، ليس منكسر، ليس مموج، ليس منحني، يكون مستقيما. لرسم مستقيمين متوازيين، أولا نحتاج فقط إلى قوس. أرسم خط المستقيم الأول هكذا 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 كما أشاء، سأرسمه هكذا. ثانيا المستقيمان المتوازيان تكون المسافة بينهما ثابتة، تكون المسافة بينهما ثابتة. مثلا أنا سأحدد المسافة بينهما بخمسة سنتيمتر، سأحدد المسافة بينهما خمسة سنتيمتر. سآتي هنا أضع قاعدة الكوس على قاعدة الخط المستقيم، ثم سأضعه هكذا على قاعدة الخط المستقيم، ثم عند خمسة سأضع نقطة. آتي أسحب الكوس قليلا، أسحبه هكذا يبقى فوق الخط المستقيم، نفس الشيء عند خمسة سأضع نقطة. ماذا أفعل لاحقا؟ أربط فقط بين النقطتين، أربط بين النقطتين هكذا. إذن هنا تحصلت على مستقيمان متوازيان، هذين المستقيمين متوازيين. لماذا هما متوازيين؟ لأن المسافة بينهما تبقى ثابتة. لو أتيت هنا وقست سأجد خمسة، هنا خمسة، خمسة، خمسة إلى آخر. هذين المستقيمين إذن أقول عنهما أنهما مستقيمان متوازيان. الآن سنرى المستقيمان المتعامدان. المستقيمان المتعامدان نفس الشيء، نحتاج فقط إلى قوس. أرسم مستقيم الأول، الآن سأرسم المستقيم الذي سيعامده. آتي وأضع قاعدة الكوس هكذا فوق الخط، ثم أرسم خطا هكذا، أرسم ها هو الخط الذي سيعامده، هذا الخط يعامده. إذن هنا أكمل، ثم أكمل رسم الخط العمودي. المستقيمان المتعامدان يشكلان لنا أربع زوايا قائمة. المستقيمان المتعامدان يشكلان لنا أربع زوايا قائمة. لو أتيت هنا ووضعت الكوس سأجد زاوية قائمة. لو أتيت هنا ووضعت الكوس نفس الشيء، زاوية قائمة. نفس الشيء هنا، زاوية قائمة. نفس الشيء هنا أيضا، زاوية قائمة. إذن المستقيمان المتعامدان يشكلان لنا أربع زوايا قائمة. لو في مشكلة مثلا أعطونا أرسم أولا مستقيمان متوازيان، المسافة بينهما مثلا تكون خمسة أو ستة أو ثلاثة، نفس الشيء، يعني لا يهم. مثلا سأختار ثلاثة، سأختار المسافة ثلاثة. هنا ثلاثة، ثم نفس الشيء سأرسم هذين، سأرسم المستقيم الذي يربط بين هذين، بين هاتين عفوا نقطتين. ثانيا أعطونا مثلا اسمه A، المستقيم A والمستقيم B.
ثم قالوا لنا هنالك المستقيم سي يكون عمودي على هذين المستقيمين. آتي هنا أرسم المستقيم العمودي ثم أكمل رسمه فقط هكذا، هذا المستقيم سي. إذن هذا المستقيم سي عمودي على المستقيمين A و B.